رحيم والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بداية بقول لكم ما سؤال، ولكن هذا يكون تدخل حق الأخ الكريم اللي من التقدم الشرفية من PPS. أنا ما فهمتش كل شيء كيطلب من بن كيران أنه يجبد واحد العصا سحرية يضرب بها وإذا بنا نتواجد في واحد المجتمع ملائكي. احنا ما كنساوش عندنا ذاكرة قوية، أنا 56 سنة حكمونا علمانيين اشتراكيين واش نلقاونا؟ نلقاونا والو، نلقاونا والو. جات تجربة إسلامية مازال يالله ما كملش حتى سنة ديالها، نفس نفس علينا برنامج ديال 5 سنوات ماشي ديال سنة، ماشي ديال سنة. حاجة أخرى خليني نكمل، الله يجازيك بخير. ما غاديش نذكر بان الاله الكيران اول رئيس حكومه اللي كان يمكن الاخ تهكم عليه. هذا رئيس الحكومه هو اول واحد جعل الاخبار ديال الحكومه وصلت لجميع البيوت المغربيه. الاستاذ ولا كيهضر، خليني نكمل، الاستاذ ولا كيهضر ربات البيوت ولا كيهضر. أقيمت إسلامية، أقيمت في ظرف ديال 20 سنة استطاعت أن تهزم إمبراطورية الروم وكسرى. أراه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن تبعنا عزة من قومه أذلنا الله. هذه خاصكم ديروها تحقيقا. حاجة أخرى بدنا نبارك الشعب، جا الوقت واختار التغيير. الشعب اختار حكومة برئاسة العدالة والتنمية. الشعب راه المرجعية الإسلامية، الشباب يتجهون نحو الالتزام. هذا وينوض شيء إن دل على شيء فإنما يدل أن الأفكار العلمانية ما بقاتش كتاخذ في هذا الوقت ديالنا. أقول لكم هذا.